من جانبه أكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان رفض بلاده للتصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وشدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان على حرص واهتمام بلاده بدعم الجهود الدولية الهادفة لوقف الدماء وحماية المدنيين ووصول المساعدات لقطاع غزة. إن سلطنة عمان ترفض هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق غاياتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد للقانون الدولي. لقد أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اهتمامها وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف نزف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية.